خايفة عليه يا عبد الحميد، ده الولد الوحيد اللي ملناش غيره. خايفة عليه من ايه بس يا نادية؟ ده هيبقى ظابط. هو ده اللي مخوفني، دي شغلانة خطر وكلها مشاكل. إن ما كانش عشانه يبقى عشان أخته الصغيرة. إحنا مش عايشين لهم العمر كله. سيبه يخش هندسة وسيبك واللي في دماغك ده. يعني أنت عاجبك اللي إحنا فيه ده يا نادية؟ ما تضحكيش على نفسك. البلد دي بلد الصباط والواد راجل. أنا هعمل كل اللي أقدر عليه عشان أقدر أدخله كلية شرطة. ليه بس كده يا عبد الحميد؟ عايز قلبي يوجعني عليه طول العمر. عشان انا بجد خايف عليه يا نادية. خايف عليه تقوم ترميه في النار كده. ما تخافيش يا نادية، نعيم اللي هيشوفه في الشغلانة دي هيشفع على النار اللي انت بتتكلمي عليها. لا يا عبد الحميد، انا خايف عليه. احنا كتب علينا الخوف ما يدخلش قلبنا، واللي راحوا احنا مش اغلى منهم، ودمهم امانة في رقبتنا. العملية المرة دي صعبة مش سهلة، بس احنا قدها. أداها ولا مش أداها؟ هنروح وهنرجع. وحوش يا مهندس! الرجالة ما بنخافش. وحوش يا مهندس! مش سامع. وحوش يا مهندس! اتأخرت ليه؟ وحوش يا مهندس! ربنا معانا.
قلتليش بقى تأخرت ليه؟ كنت بصلي العشاء. عشاء؟ طب حتى ما كنت بتصلي؟ هو أنا كنت رايح أصلي العشاء بس الصراحة جاي تليفون من المدام. مدام يا ده انت شوية تخليك راجل في ايه؟ بتقلقش انت بس أول ما اتجوز كل النظام هيبقى ميري يا خوفي. لو ما تخش البيت تعمل لك فيها اللي ورفعت. عيب عليك، أنا تربيتك أخوك الصغير ومسيطر، بس عشان يسيطر أكتر بقى ليه عندك طلب؟ قول لي اللي ورفعت مديني إجازة الجواز أسبوع واحد بس، وحياة أمك لما نرجع مديني الإجازة أسبوع كمان ونرجع. مش ضمانك إن احنا نرجع يا سيدي. أنت بتهزر؟ ما نرجعش يا معلم، ده أنا فرحي بعد يومين. خاف على العروسة ولا خاف على المصاريف؟ الصراحة على المصاريف طبعا. طبعا واطي. ما تخافش هنرجع إن شاء الله، مش سيبك تموت، سيب على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنك فين يا حاج؟ النبي يا ابني ما أعرف عنه أي حاجة. أنت تستقبلي؟ ما تتضايق ابنك فين؟ بالراحة صباح ياسين بيه. مفيش بالراحة. خدوها. لو النبي يا باشا، والنبي يا باشا في عرضك. يا أمي يا أمي، قولي لنا ابنك فين؟ إحنا يومين ثلاثة وإحنا رجعوا لك على طول. بس تعاوني معانا لأن هو اخلص يا هشام. خلاص يا ياسين بيه هتتكلم. Thank you.
سيب الواد عاشور، الواد ده ملوش ذنب. محدش ملوش ذنب في اللي احنا فيه. وبعدين لو خايف على الواد ده ما تخافش، الواد ده لو مات هيخش الجنة معاه. دور والباقي عليك انت واللي معاك. واللي قالك الكلمتين دول ما جاش يموت مكانك ليه؟ اللي قالهملي مات. لو خايف على الواد سيبني امشي. احنا سايبينك من زمان يا عاشور، بس معادك جه وخلاص خلصت. لا ما خلصتش ومش هتخلص كده. لو قربت هموت الواد ده وهموت بعديها عارف، ويطلع مكاني 10 زي صاحبك اللي مات اللي هتجيبه مكانه 10، عشان احنا اللي بينا مكمل ليوم الدين يا باشا. طب سيب الواد الصغير عاشور، كفايه اللي مات. اللي مات ده مات مكانك. طب سيب الواد الصغير، ارمي سلاح. ارمي سلاح. ما بقتلش على صغير. وكان عاشور مصباح قد بدا حياته كمدرب الكونفو في احدى مراكز الشباب، ثم انضم الى احدى الجامعات ذات الفكر المتشدد، وسافر للقتال ضمن هذه الجامعات في كل من سوريا وليبيا. ورصدت اجهزه الامن عودته الى البلاد سرا للتخطيط لبعض الاعمال التخريبيه واغتيال بعضهم. يا سليم، دول مش جايبين سيرتك هنا خالص. امال انا ازاي بقى هتنطط على اصحابي واقول لهم اخويا وحش ودخل دغدغ الدنيا؟ طب استنى، بص. وتمكنت قوة من تصفيته بعد معركة طويلة نتج عنها استشهاد الملازم. ملازم أول هشام الشرقاوي، وحيد أمه وأبوه كان فرحه النهاردة. يوم فرحه بقى يوم جنازته. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. ربنا يصبر أهله يا ابني. الحمد لله على نجاتك. سلمى طلعي لي بدله من الدولاب. ليه هتروح فين؟ هتقوم كده وانت تعبان يا ابني. هشام مات وهو بيحميني. اقل حاجه ممكن اعملها له ان انا احضر جنازته. طب هقول لك على حاجه، يوسف دلوقتي جاي في الطريق، روح معاه في العربيه. مش مستني حد، خليه يجي ورايا براحته. يا حبيبي هو كلمني وقال لي ربع ساعه بالكتير وهيكون هنا. اهو جه خلاص. روح افتحي للتقيل. ايه ده فريدة؟ ازيك يا سلمى؟ تعالي تعالي. الحمد لله على السلامة يا سلمى. هعمل ايه بس يا سلمى؟ انا عايز اقول لك ان الشوارع زحمه بشكل مش طبيعي. والله وصلت. بقول لك ايه، ما تنزلي لي تحت، انا شايل حاجات كتير قوي مش عارفه اشيلها لوحدي. ايوه وحشتيني، وعايزين نتكلم مع بعضينا لوحدينا قبل ما اروح المشوار المهبب اللي دبستيني فيه مع اخوكي ده. لا اسحبها الاول، ولا انا لازم اقفش عشان خاطر ما تعكش. طب دي انزلك يا جماعه، انا لازم انزل عشان خاطر يوسف معاه حاجات كتير ومش عارف يشيلها لوحده. كتير انزلي يا حبيبتي، لابو ايد فرطه. اتفضلي. عجباكي الحفله اللي عاملينها عليا دي؟ مادام بتحبيه ومقتنعه بيه يبقى خلاص. محدش فينا بيختار هو بيحب مين وما بيحبش مين. طب معلش بقى، انا مضطره انزل عشان خاطر شويه هلاقيهم بيلفوا بيه في الشارع وبيقولوا عيل تايه يا ولاد الحلال. خديني معاكي.
رايحه على فين يا طنط؟ هروح اتمشى في الصاله شويه. وبعدين يا حبيبتي انت مش غريبه. لا طبعا. عمرك ما تتغيري، لسانك عامل زي المبرد ما بيرحمش. محدش فينا بيتغير يا سليم، ولو كان في حد بيتغير كنت اتغيرت انت. والله اللي المفروض يتغير هو اللي عنده مشكلة. ليه تكونش فاكر نفسك ملاك بجناحين ما بتغلطش؟ لا بغلط، بس على الأقل بني آدم طبيعي. وأنا بقى اللي مجنونة وناكشة شعري؟ مفيش فايدة، برضه هنعرف الفاضي والمليان. عرفت ليه احنا سيبنا بعض؟ لا بصراحة ما أعرفش، ويا ريت حضرتك تفهمني. عشان العند والمقاوحة اللي على الفاضي للنهار. ولا مش عشان انت عايزني عسكري من العساكر بتوعك، روحي هنا وتعالي هنا. انت يا بنتي ما اتعلمتيش حاجه خالص من اللي حصلت؟ كنت مستناك انت اللي تتعلم. عموما انا مش جاي اتكلم في اللي فات. امال جاي عشان ايه؟ جاي عشان اطمن عليك يا سليم، ولا اللي بينا ما يخليش قلبي يدخلع من مكانه لما اعرف اللي حصل. عموما الظاهر ان انا وجودي هنا ضايقك، انا اسفه ان انا جيت. انا مش قصدي فريده، بعدين انت اكتر واحده في الدنيا عارفه ان زيارتك ليا ردت ليا الروح. مش باين. مش معنى ان احنا ما كملناش او ما اتجوزناش ان انا نسيت اللي بينا. بعد ما انت لسه قايله مفيش حد في ايده انه يحب مين وما يحبش مين. من امتى بقى بتقتنع بكلامي وبتوافقني عليه؟ عموما مش وقته الكلام ده خالص. البقيه في حياتك على موت هشام. بلع السلامة يا وحش. الله يسلمك يا فايز بيه. يا ابو سليم سمعت انك نزلت الجيم على خفيف كده. الله، شغل المباحث الشغل علينا ولا ايه؟ اقول لك بيجيب كم ضغطه في التمرين الواحده؟ والله يا باشا الشغلانه دي اللي جابت لنا الضغطه. خير يا فايز بيه؟ خير ان شاء الله. شيك قوي البدله دي، اكيد ذوق المدام. وانا ملازم اول وانا سايب لها الجو ده، ماليش في موضوع البراندات والكلام ده. هي اللي بتختار وانا اقول لها حلوه يا مدام، جميل يا مدام. هما بيحبوا كده. هو في باشا ما سعادتك عارف انها مش متجوز، واكيد مش جايبني هنا عشان تعرف نوع البدله ايه، مش كده ولا ايه؟ انت ظابط يا سليم ومظهرك مهم جدا، انت واجهه للداخليه خصوصا وانت في المباحث. مباحث ايه؟ مش فاهم. قرار نقلك اتمضى امبارح من مساعد اول وزير الداخليه. ممكن اعرف ليه؟ احنا ظباط يا سليم، لما بنتكلف بامر ما بنسالش ليه، بنسال امتى. ايوه بس انتوا كده بتقدروني. وقالت لك العاشور ما قدرش الجهاز كله؟ انتوا عايزين نعمل ايه؟ اطبطب عليه؟ لا طبعا، بس انت ظابط ومسؤول عن تصرفاتك. وقالت لك للراجل ده ضيع مننا معلومات ممكن تطلع منه. وبعدين ايه اللي هيحصل؟ هيتسجن كام سنه ويتعلف زي الجاموسه ويطلع يعيش حياته عادي، مش كده؟ نصبت نفسك قاضي؟ هتحكم خلاص؟ مش هو ده اللي القانون كان هيحكم لنا بيه؟ مش حاجه اسمها القانون يحكم لنا بيه، القانون ده عليا وعليك. ايوه بس ده مش هيخصنا احنا. وقالت لك الواد الصغير كان هيزوده. الواد الصغير انا نجيته من ايده. ووقفت سير العداله. العداله في اللي عملته. انا زميلي استشهد قدام عينيا. وانا سته من زمايلي استشهدوا جنبي. حصل لي اللي حصل لك بالظبط. عارف يعني ايه ست جنازات عسكريه؟ ست بيوت بتحرموا من رجالتهم. سته من اصحابك كل واحد فيهم بيقتمنك على حكايه تخصه. وبيروح ويسيبها لك. انت مش عارف تحكيها لمين. بتتمنى ان الدور الجاي يبقى عليك. عشان تتخلص من الكابوس اللي بيجي لك قبل ليله اي عمليه. على فكرة يا سليم، أنا ممكن أعمل زيك وأكتر كمان وأقلبها عركة في حارة وألاقي لنفسي 100 مبرر، بس أنا ركزت اللحظة، أنا هنا ليه؟ وبلبس بدلة العمليات الخاصة عشان إيه؟ عشان البدلة دي بتبدل حالي من إنسان عادي ممكن يعمل أي حاجة في أي وقت، لظابط مسؤول عن تصرفاته. إحنا غيرهم يا سليم. الرصاصة اللي بتخرج من خزنتك بتخرج بشرف. إنما كده بقى اللي أنت خرجتها دي ما جابتش حقه على فكرة. ما جابتش حقه. صح. انت صح، دم هشام ما يكفوش دم كلب واحد منهم. انا اسف سعادتك ومبسوط اني شفتك. سليم، قرار النقل واجب النفاذ بعد اسبوع من دلوقتي. اوامر سعادتك. يعني هو كويس؟ مش عارف. بعدين ما انت عارفه سليم كويس، مهما كان تعبان مش بيحب يبين.
وراجع يعني يهزر ويضحك زي الاول، بس في حاجه متغيره من ساعه حادثه هشام وهو يا حبيبي. زي ما يكون في حاجه اتكسرت جواه، ما بقاش سليم بتاع زمان. سليم بتاع زمان راح خلاص يا سلمى. انت اللي بتقولي كده يا فريده، المفروض ان انت اكتر واحده فاهماه وعارفاه. علشان كده انا اكتر واحده تحس بتغييره. يمكن ما كنتش شايفه ده في الاول، بس قدرت احس بده لما سيبنا بعض وبقيت فاهمه. فهمت ايه بقى ان شاء الله؟ اخوكي اطيب واحن راجل في الدنيا على فكره، بس شغلته دي من اول ما ابتداها وهي قاعده بتغير فيه. ويمكن يكون غصب عنه، ويمكن يكون هو نفسه مش حاسس بده. على فكره سليم لسه طيب وحنين وما تغيرش زي ما انت بتقولي. يعني انت بتقولي كده بس علشان انت اخته الوحيده وهو اللي مربيكي، بس سليم اللي بينزل في الشارع وبيتعامل مع الناس واحد تاني خالص. منكرش ان موت هشام مأثر فيه، ويمكن تكون دي الحاجه اللي جابت اخره، بس التغيير ده حاصل له من الاول، من زمان قوي يا سلمى. بس انا سليم اخويا اصيل، يمكن ابدا حاجه تغيره. ممكن يكون تعبان مشدود، بس هيفضل زي ما هو سليم. يا ريت كل كلامك صح يا سلمى، كنت انا اول واحده هتفرح بيه. هو انا كنت عايزه اطمن عليه. بصي، هو مش مبسوط قوي في شغله الجديد، حاسس انه زي ما يكون بيتعاقب على حاجه ملهوش ذنب فيها. بس انت عارفه سليم، شويه كده والشغل هيبدا. والله العظيم يا ابني بس بقى يا ابني بس، خد على الحجز يلا يلا يا بيه. طب يلا يا اخويا يلا. ايوه يا فريده، بس هو ما حبش حد في الدنيا دي كلها قدك. علشان كده انا اكتر واحده اتواجهت من تغييره ده يا سلمى. انا اللي بدفع تمن اللي حصل له ده. بس انا شفت هو اتعامل معاكي ازاي لما جيتي البيت. انا متاكده ان هو لسه بيحبك زي ما انت بتحبيه. وعلى فكره بقى، انا شايفه ان دي فرصه كويسه قوي عشان ترجعوا فيها لبعض. انا ما كنتش محتاجه زياره البيت دي يا سلمى علشان اعرف اذا كان سليم لسه بيحبني ولا لا. بالعكس انا متاكده من ده، بس انا دلوقتي حاسه ان احنا بعاد عن بعض قوي، بعاد اكتر من اللحظه اللي احنا قررنا ما نكملش مع بعض فيها. مالك يا فريده؟ كان نفسي اكون غلطانه. انا متاكده ان سليم لسه بيحبك زي ما انت بتحبيه، بدليل ان محدش فيكم اتجوز من بعد ما سبتوا بعض. يبقى ليه العند بقى؟ ده ما اسموش عند، ده اسمه يأس. بقول لك ايه؟ قومي روحي يلا، وسلميني على طنط قوي، وانا هبقى اطمن عليكم كل شويه. تعويس تعويس. ايوه يا باشا. ايوه يا باشا. ايوه انت فين؟ نايم في الدافة تحت البطانية طبعا. والله ابدا يا باشا، بس كنت باكل لقمة يا باشا. لقمة؟ طب روح حضر البوكس يلا. ليه يا باشا؟ يا عم مفيش حاجة، هنطلع نعمل كمين يلا. يا باشا الجو برد جدا يا باشا، إذا كان احنا مش عارفين نقعد في المركز دلوقتي، هنطلع على الطريق بره. جري يا عويس وأنا أتحايل عليك. ما يلا يا عم انت. يا باشا يا باشا الجو برد بره، وبعدين مين مجنون بره هنطلع له نعمل كمين ليه؟ يا بني ادم ما انت بتقول اهو، الشارع فاضي يعني ما فيهوش بني ادم، اللي عايز يعمل مصيبه هيعملها. يلا يا عويس يلا يا عم انت. ماشي يا باشا ماشي. يلا يا رجاله يلا شعبان. ليه مقعدك لحد دلوقتي يا حياتي؟ نذير وبشير صدق الله العظيم. ابدا يا حبيبتي، قلقت كده وقلبي كاني على اخوكي. تقوم اصلي له ركعتين واقرا له شويه قران عشان ربنا يخفف عنه ان شاء الله. ترى عامل ايه يا حبيبي في الجو ده؟ اتفضل الشاي يا باشا. ماشي يا عويس. يا فندم الفجر قرب جدا ولا فيش ولا عربيه عدت. حضرتك عامل الكمين ده ليه؟
غلاس يا عويس. تمام يا باشا. اسمك يا سيدي انت وهو دليله سودا. اقعد يا جدع. البرد ده خرب بيت كده. ده انا مش حاسس برجليا. ايه اشغل لك التكييف على السخن؟ لا يا عم بعيا، ما تلف لنا سجارتين في الحلواني. وهم قالوا لك يا ابن الحشيش بيدفي. لا بس بعد ما نشرب السجارتين مش هنعرف احنا في الشتاء ولا في الصيف. ارايك يا شعبولة نولع السجارتين ونلعب في الترموستات. ارحم نفسك. فيسبوك يا عويس، مراتك هتفشك. والله ده تصبيره يا باشا، وبعدين النت قاطع. طب يلا لم الكمين. يلا يا سيدي انت وهو عاجبك الوقفه. يلا استنى استنى يا عويس، شوف اللي جاي ده. على وضعك على وضعك، حط السيجاره في الطفايه. لا ارميها من الشباك. بقول لك حطها في الطفايه، طول ما احنا في العربيه احنا في السليم. رخص. ليه يا باشا؟ بطايق. ليه بس ما تتكلمش دي؟ كتير اخلص. ما الكلام اخد وعطى برضه. وعطى ايه؟ انت شكلك كده شارب حاجه. اخلص شارب ايه؟ اخلص يلا هات الرخص. والراحه بس على نفسك شويه. والراحه على نفسي؟ ابو الراحه اهدى كده على نفسك شويه. خلص. الله الله، انت كتير الكلام ليه؟ خلص هات الرخص. رخص يا ابني. اديله يا شعبان الرخص، خلينا الغرفة داهية. اتفضل يا باشا. انت تميم؟ وانا طول يا باشا بقى تميم بيه؟ لا احنا بنسوق له بس العربيه، بس معناه توكيل. فتوري له يا شعبان التوكيل. اتفضل يا باشا. بطاقتك حبيبي. ماله يا باشا؟ بطاقة. اتفضل. طب انزل يلا انت اهو. خير يا باشا؟ لا مفيش، هنفتش العربية. فتش العربية؟ لا لا، العربية دي ما بتتفتش حضرتك. ليه يا روح امك؟ دي عربية تميم بيه، نايف في البرلمان وعليها حصانة. وحضرتك مش شايف البادج؟ لا شايفه يا حبيبي، بس لحفظك الكلمتين دول. مالكش الحصانه بتصعد مع التلبس؟ تلبس؟ هو احنا عملنا ايه يا باشا؟ وريحه الحشيش دي ايه؟ حشيش؟ ده الحشيش ده عايز معمل جنايه عشان يتثبت. صح. طب انزل لي يا حبيبي يلا. انزل روح امك. باشا انا شايفك بتجيب سيره الحاجه كتير وده مش حلو. طب انزل يا حبيبي بدل ما اخلي الحاجه تيجي تنزلك. يلا يلا انزل. ماشي يا باشا، هنشوف اخرتها ايه. اترمي هنا يلا. اقف يا ابني على جنب. يلا. كفايه يا باشا، كفايه كفايه. ده بينه مات يا باشا.